دي سيمبا. فريق نادي سيمبا لما تيجي تتفرج عليه فريق من الفرق الجيده، ولكن في فارق. انا دايما اقول هذه الكلمه ان هناك فارق فني واضح ما بين النادي الاهلي لصالح النادي الاهلي، النادي الاهلي ونادي سيمبا، ولكن الملعب لا يعترف بمثل هذه الامور، ويمكن يعني اللي لاعب كوره عارف هذا الكلام. اكيد الملعب لا يعترف بمثل هذه الامور، وعدى علينا امثله كتير جدا، ومش هفكرنا مش يعني انا من نفسي بن الاثيوبي تعادلنا معاه هناك 0-0، جه تعادل معانا هنا 2-2 وخرجنا من بطوله افريقيا في فتره من الفترات. اعتقد ان مباراه غد لو احنا لو لعبت النادي الاهلي مش مركزه فيها بنسبه 100% هتبقى المباراه صعبه. مش معاكم في قصه ان اضاعه الاهداف مؤثره قوي، لان كل ما بوصل كتير كل ما هحرز بدليل ان كهربا الماتش اللي فات الشوط الاولاني 3 كور مضيعهم، جات له واحده الشوط الثاني قدر يخلصها. فيعني كون ان هو بيوصل وعلى طول متواجد في البوكس ان شاء الله هيحرز، وخصوصا ان احنا لسه برضو لسه لحد دلوقتي ستيل في اول الموسم بالنسبه لاداء الفرقه كلها. اعتقد ان لما توصل في مباراه زي سيمبا بره ملعبك 7 أو 8 مرات على المرمى دي حاجه ايجابيه كويسه جدا. في نفس الوقت الحاجات اللي جات عليك، بص يا اسلام سيبك بقى من الكور من الجونين اللي دخلوا، انما لما تيجي تحسبها هل هو لعب نمطي تكتيكي، بمعنى ان الكره الاولانيه كروس من ثابته جت في حد وغيرت اتجاهها وطلعت واتغيرت وبقت جون. الثانيه قوي بس هو في اخطاء تمركز برضه، اخطاء تمركز بالنسبه لخط الدفاع. هقول لك حاجه يا استاذ اسلام، برضه صعب قوي اللي لحقها يعملها بالعرض بالطريقه دي، تعمل كده، تعمل من فوق الشناوي كده. هي المتابعه برضه يا استاذ، المتابعه